الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هذا شعاري كنت أقوله وأنا في الابتدائية في المدرسة، وأنا من الناس اللي ما أحب تمر لحظة في حياتي إلا واستفيد منها. نجم الخليج، حلم طول عمري أتمنى أوصله، وكل لحظة فيه تمر بسرعة لأنها فيها الحب والود. الغناء سيفي والوقت عدوي، وأنا بحارب عشان أنتصر في النهاية. برافو نجيب، برافو. بس لما قلت لك لا تلعب وايد، لعبت وايد اليوم، وايد 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 لعبت. يعني قلت لك اول مقطع قولها صح، العب ثاني مره. فبس غنيت حلو يعني بقفلاتك، انا يمكن ما حبيت قفلاتك في البروفات اكثر، بس يمكن ريلك شوي مأثر على صوتك مثلا، يمكن ريلك شوي مأثر على صوتك، ممكن لان في اصابه مسكين في ريله نجيب. بس يعطيك العافيه. الله يعافيك. ألف سلامة عليك يا نجيب. المرة الماضية الناس لموني وقالوا يارا أول ملاحظة عطيتها على وزنه لنجيب. نجيب بأربع حلقات قدرت تثبت أنه ما شاء الله عليك صوتك لا يقل أهمية وتأثير عما سمعنا من حضورك اللي ملى المسرح كله، فما تعطى الهم، الناس بتحبك مثل ما أنت وأنت هيك. الله يخليك. نجيب انت تركيبه كلك احساس. الله يخليك استاذ، تركيبه جميله. الله يحفظك. اول شيء لا نزل وزنك، لا عشان استاذ يارا. تسمع كلامها. والله كيف ما كنت حلو. لا تسمع كلامها، هي رشيقه بس انت نبيك شديد ان شاء الله. والله ان شاء الله صوت، يعني انت قاعد تغني وانا اقول واشوف اخوي فايز، واشوف اختي يارا، واشوف اخوي حسين، كلنا منسجمين مع صوتك ومع الحليات. وما عليك من استاذ حسين، العب مثل ما تبي. الله يخليك. بيطولها اسبوع الجاي ترى. يعطيك العافيه علي. الله يعافيك استاذ. نجيب انت عربت، لكن كل عربه احلى من الثانيه، وكل مالك رايح لفوق. الله ان شاء الله دائما لفوق، دائما وللامام. الله يخليك.